السلام عليكم خوتنا المشاهدين. واحد النداء، واحد الكلمة للأخ يونس كان طالبوه بها باش يشوف حال هذاك المحجوب بحال كيف ما شاف في مريم وفاتحة وفرحهم وبنى ليهم. نتمناوه خلى داك يلقى واحد الأذن صاغية لينا ولجميع القنوات باش هذاك المحجوب اللي كيجيهم في عائلتهم اللي مسكين بلي بهذيك البلية الله يعفو عليه، نتمناوه يدير لي مسكين شي مشاريع ولا يدير لي شي دويره ولا يدير لي شي حاجه. واخا عير قد الحال وعارفين هو عنده بزاف ديال المشاكل والمحاماه والطلاق وصحاب القنوات والهجوم اللي داز عليه واللي باقي فيه. وكنتمناو خلى داك يسمع الجمهور ديالو واللي متابعين قناه مربوحه كاملين باش يحن في داك السيد وما يديهاش في دوك الدراري اللي كيصوروا معاه. واخا حتى هما دراري مؤدبين معمرهم بعض المرات كيحطوا واحد العناوين اللي ما كتعجبش، ولكن في الفيديوهات ديالهم راهم ما كيوجهوش اتهامات القناة مربوحة، كيقولوا شي كلمات قليلة. ولكن حنا كنترجاوه يشوف المحجوب ويدير ليه مسكين شي مأوى فين يسكن في هاد البرد وفي هاد الشتا. كيف ما شفنا راه خرج كيترجى المحسنين باش يبنيو ليه شي بويت وكوزينة. نتمناو حتى هو يشارك معاهم ولا يتكلف بديك الحالة ديالو وخلى داك غير بويت بالبريك ويجونطو ليه في هاد البرد. راه كيف ما كان الحال هذاك السيد مسكين راه مريض وما يديش عليه، واخا يقول شي كلمه فيه واخا يقول شي كلمه. كيف ما شفنا لحد هذيك النهار صور معاهم وقالوا المحجوب احنا غندخلوك معنا للقناه ولكن ما تخرجش الظروف فينا ولكن ما تخرجش الهضره ديالنا. ولكن للاسف هو خرج ولكن ما غنديوش عليه حيت مسكين ملي كيكون تحت هذاك المخدرات عفوا هذاك الشيء ديال الشراب وهذاك الشيء ما كيعقلش على اش تيقول. داك الشيء علاش نتمناو خلى داك يسمح ليه ويشوف فيه خلى داك يشوف فيه عين الرحمه كيف ما شفق على هذوك النساء المساكنات اللي ما كانش في حالهم وشفق على بزاف ديال الناس. يشفق على هذا المسكين حتى هو راه كيبقى فينا وتيبان لينا سيد مهور مسكين على طبيعته. وداك الشيء علاش كيخرج وكيبقى يقول ديك الهضره بلا ما يحس. نتمنوا قناه مربوحه كامله ولا الاب ديالو ولا الام ولا خواتات كلهم يفكروا ويديروا لهذا السيد شي مأوى فين يتأوى في هذا الشتاء، حسن مسكين ما يبقى تحت هذيك الشجره والبرد. دابا راه ناس صغار وما كيقدروش على ينعسوا في الزنقه في البرد في الشتاء وبغيو ما يبقى سخونه. نحسب الله كذاك السيد مسكين كبير في السن واي واحد خلى داك يشوف هذاك الفيديو اللي كيطلب فيه مسكين غير مأوى وكيطلب بان الله غادي يعفو عليه حيت الله غفور رحيم ويعفو عليه مسكين من هذاك الشيء اللي هو فيه. وكاع الناس تيكونوا اكثر منه وكيرجعوا خلى داك الطريق الصواب ويشدوا بيدو لا هما لا قناه محبوبه حيت هذاك السيد كيف ما كان الحال راه من عائلتهم هما كيديروا الخير غير في البعيد. ما حسب لك هذاك السيد اللي قريب ليهم وخرج وناشد المحسنين في هذيك القناه ديال هذوك الاولاد. ونتمناو حتى يونس يتدخل في هذا الموضوع ويحبس هذه المهزله اللي واقعه في هذاك الدوار ديالهم وخلى داك يتقادوا الامور وما يبقاش حتى واحد حاقد على واحد ولا شي واحد جامع شي ضاغينه لواحد. حيت كيف ما كان الحال هذه هي الدنيا وحنا مواليها. دائما بنادم في ساعه الغضب كيغضب ولكن كيجي النهار اللي يكون فيه الفراج والناس كيفرج عليها الله. وكما كنقولوا مسامح كريم، نتمنىكم تسامحوه تشوفوا فيه قلب خلاتك رحيم وتنساو كاع هادشي اللي فات. هذا ندائي لقناه مربوحه كاملين ومعهم حتى محبوبه يشوفوا فيه بعين الرحمه المحجوب. والله يشافي الجميع والله يعافي الجميع ومع السلامه. فيديو اخر.